لشريكنا في الحكم وهو يقود اليوم الحكم نداء تونس. نداء تونس يمر بمشكلات موجودة في أكثر من حزب، وحزبنا نفسه فيه مشكلات. تقديرنا أنكم قادرون على تجاوز هذه المشكلات، وأن المستقبل مفتوح. نحن النهضة سعيدة تقديري، أنا سعيد بنداء موحد قوي، كما أني متأكد من أن فخامة الرئيس سعيد بنهضة قوية موحدة أيضا. نحتاج إلى تأكيد منهج التوافق الذي أكد عليه فخامة الرئيس أنه استراتيجي موش تكتيكي، أنه طريق لتونس. وهذا التوافق توافق بين القديم والحديث، توافق بين الإسلام والحداثة، توافق بين الإسلام والديمقراطية، توافق في تاريخنا. نحتاج إلى أن نجمع هذا التاريخ فلا ينقض بعضه بعضا، هذا التاريخ الإصلاحي الذي انطلق في القرن التاسع عشر مع المصلح خير الدين، وتواصل مع الثعالبي ومع الرئيس بورقيبة ومع بن يوسف. كل هذا جزء من تاريخنا، ونحتاج إلى سياسة التوافق لتوفق بين كل ذلك ولا تضرب بعضه ببعض. سياسة التوافق تقتضي اليوم